السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة سالم سعد. اليوم سوف نتعلم الاستعداد التعلمي ضمن النكس في الحلقة 30 مفاهيم. سوف نقوم في مراجعة المفاهيم وسوف نقوم بمراجعة وتطبيق طرق مختلفة في VI على نص مختلف. اليوم قبل كل شيء نحب أن نبدأ في مقدمة جميلة، نحب أن نهنئكم وشكرا لكم وشكرا لجهدكم في إتمام 30 حلقة. نحب أن نقول أنت مميز بالفعل، لأنك إذا لست مميز كنت لم تحاول أن تتعلم شيء جديد وتساعد الآخرين بطريقتك. الآن سوف نبدأ في مراجعة المفاهيم، وهذه الحلقة تقريبا سوف تكون طويلة. لدينا هذه المصادر التي تعلمنا منها، هنا المصدر من الحلقة 15 وهنا المصدر في الحلقة 20 وهي الصورة، وهنا المصدر الصورة في الحلقة 26. أولا الترمينال أو سطر الأوامر يتكون من command option argument، وتعلمنا command أمر، والoption يتكون من الهايفن، والargument هو الملحق أو الموجه للأوامر، أو نقوم بتوجيه إلى folder معين، والتلدة تدل على /home/termsat أو /user، والهايفن لدينا single hyphen و double hyphen، والslash و single quote و double quote و back quote. كل هذا تعلمناه في الحلقات السابقة والمفاهيم كلها اسمعوا أغلبها. ثم لدينا asterisk هي النجمة الصغيرة و backslash، وثم semicolon هي الفصل المنقطع، وثم period هي الضغط النقطة، وثم question mark هي علامة الاستفهام، وثم bracket هي الأقواس المرفعة، وثم exclamation point هي علامة التعجب، والpipe والذين single pipe و double pipe وثاني مثلا or أو أو، وثم لدينا ampersand وهي الand والذين double and أو single and، وثم لدينا right و left arrow كما تشاهدون، وثم لدينا كارت السهم المتجه إلى الأعلى، وثم لدينا parentheses هي الأقواس، وثم لدينا sum block هي الشورت كات أو الاختصار، وثم لدينا man-k أو الكلمة المفتاحية، ويخرج لنا جميع الأوامر التي تدل عن هذه الكلمة المفتاحية، وفي بعض التوزيعات نقوم باستخدام props وأنواع الفايلات وألوانهم. لدينا black or white وبلو وسيان وجرين. black or white أسود أو أبيض يدل على regular file أو فايل احتيادي، والdirectory file يدل على blue أو اللون الأزرق والمجلد، والسيان هو الفايل المختصر sign public link file، والجرين هو الفايل التنفيذي أو الملف التنفيذي executable file أو البرنامج أو program. الآن لدينا compress و uncompress و extension. compress لدينا gzip نوع الضغط، ولفك الضغط gun zip، والامتداد extension dot gzip. لدينا compress التار أو الضغط، لفك الضغط نكتب تار xvf، و extension أو الامتداد dot tar، ولدينا بين zip to، ولفتح الزيب بان زيب، وبعدها الامتداد dot bz2، وثم لدينا zip و unzip و dot zip الامتداد، وثم آخرا لدينا xz وان اكس زد و دوت اكس زد. لاحظ هنا المشتبه في فتح الملف يبدأ بان ان ما عدا التار او خلافا عن التار. الان نذهب الى scdn و scdout و scdearrow. scdn يعني standard input، و scdout تاني standard output، و scdearrow تاني standard error، وهذا قمنا بشرحها في التفصيل وفي المفاهيم أيضا. SCDN يرمز لها ب sometime called stream 0، إن نقول لها stream 0، و SCDOut stream 1، و SCDError stream 2. الآن نذهب إلى واجهة الـ VI أو محرر الـ VI.
الآن هذا الفايل الذي قمنا بإنشائه وبنسخ جميع الأوامر أو الرموز التي تعلمنا عليها في الـ VI Editor. قبل أن نبدأ أحب أقول بأن نحن لم نتتم العلم كله أو جميع العلم، نحن فقط قدمنا نبذة من العلم لكم، وأنت سوف تحاول من مشاهدة الفيديو الخاص بنا وبعدها تنتقل إلى فيديو قناة أخرى أو تنتقل إلى كورس آخر الخاص في سيسكو أو نت أكاد وهكذا. نحن أيضا كان المصدر الخاص بنا أو المصدر الخاص في الكورس هو نت أكاد من هنا. أي تقريبا قمنا بجلب 11 شابتر أو من شرح 11 شابتر لكم، وهذا أيضا كان مصدر لنا، أي نحن أيضا نتعلم من الإنترنت ونقوم في تقديمه لكم بصورة مختلفة أو بطريقة مختلفة أو طريقة الكلام مختلفة وهكذا. الآن سوف نقوم في الشرح عن LVI. أولا هنا من فتح التيرمينال إذا قمنا بإنشاء الفايل PWD نقوم بإنشاء الفايل في الهوم وسلاش اليوزر. الآن لنرغب باتجاه إلى ديسكتوب CD ديسكتوب، والآن سوف نوقف الفيديو وثم نعود لكم عن قريب إن شاء الله. الآن عدنا لكم، سوف نقوم بإنشاء فايل جديد VI، مثلا نقوم بتسميته هنا VI هو الأمر، ونقوم بتسميته مثلا REV أو REVI، هذا هو الملف والVI هو المحرر. الآن إنتر، قمنا بالدخول عليه. الآن كيف نقوم في كتابة في الVI؟ نقوم في الدخول على Insert الآي كما تعلمنا، وسوف نقوم بلصق هذا النص الذي قمنا بجلبه من الجوجل، وسوف أيضا نقوم بعمل المصدر أو لصق المصدر وهو هذا المصدر النص وهو الكالي لينكس أو what about what كالي لينكس كما تشاهدون هذا المصدر. الآن بعد أن قمنا بجلب هذا المصدر، أول أمر لدينا سوف نقوم بمراجعة تعلمنا عن أول رموز سوف نقوم بمراجعة هي أمور الإشارة، وهي لدينا الرمز جي move cursor down one line وهو يقوم بتنزيل أو إخفاض المؤشر أو بذهاب المؤشر إلى السطر الأول. الآن نذهب إلى السطر الأعلى من خلال الأمر كي أو الزر كي المتواجد في سطح المفاتيح أو في لوحة المفاتيح، ثم الجي يذهب إلى الأسفل والال يذهب إلى اليمين وأيضا الاج تذهب إلى اليسار. الآن نحن في الانسيرت مود لنخرج، لنعيد النص كما هو. الآن كما ترون تواجهنا أخطاء كالعادة. الآن كي للرفع المؤشر والجي للخبي والال تذهب إلى اليمين والإيج إلى الأسفل والجي إلى اليسار. الآن قمنا بمعرفة هذه الأوامر، الال موف كورسر تو ذا رايت وان تعلمنا عليها، الإيج تعلمنا عليها إلى الليفت، والدبليو بيجينينج وورد، وثم لدينا الإي موف كورسر تو إند وورد تمام. الآن سوف نقوم بشرحها، و الـ B move cursor to beginning of previous one. الآن سوف نقوم بالتطبيق. الآن أين هو المؤشر؟ أين أنت؟ هنا المؤشر كما تشاهدون W. نذهب إلى بداية السطر بداية الجملة الحالية وثم E. الآن نذهب إلى نهاية الجملة ولا يحسب الـ D كما تشاهدون. عندما ندخل إلى Insert Mode أيضا نفس الشيء. الآن لنحضر ملف W. الآن هنا لدينا الأمر الآخر وهو V، يعود إلى الكلمة السابقة أو بداية الكلمة السابقة خلافا عن الـ W كما تشاهدون. W إلى اليمين و V إلى اليسار، هكذا قم بحفظها. والإي يقوم بنقلك إلى نهاية الكلمة. الآن تعلمنا على هذه الأوامر. الآي insert mode تعلمنا عليه. دي دبليو delete word تمام. الآن سوف نقوم بتطبيقها. دي
دبليو الآن قمت بحذفه. نقوم من الذهاب إلى كلمة للفعل مثلا هنا لدينا إز دي دبليو قام بحذف إز كاملة ودي دبليو ودي دبليو. للرجوع عنده هنا لدينا التعلم عن الديب دبليو سي دبليو ديليت وورد اند اسف مود كيف. الآن عندما لا تفهم اذهب الى الترانسليت نصيحة مننا، وايضا عندما لا تفهم تذهب الى الترانسليت ايضا قم بعدها في تطبيق شيء ليتضح لك الامر. سي دبليو قامت بحذف الاس ودخلنا في انسف مود اي لاستبدال الكلمة. الآن نقوم بإغلاق الإنسان مود، قمنا بحذف التغيير وثم الـ W تعلم عليه الـ U Endo والـ X Delete Characters والـ X Capital أو كبيرة Delete Characters to the left، أي الـ X الصغيرة إلى اليمين، X صغيرة كما تشاهدون إلى اليمين، والـ X الكبيرة يذهب إلى اليسار. تشاهدون الآن نقوم بإعادته الآن بطبيعته لنقوم بإغلاق. الآن توصلنا إلى دي دي قبل هذا لنقوم بحفظ الملف دبليو كيو كيو للإكزت. نقوم بحفظه كما ترون عندما نقوم بعمل دبليو لا يقوم بحذف النص. الآن نقوم في دي دي عملها أو دبليو دي. الآن نذهب إلى النص هنا كوستوم كيرنل وثم هنا توقفنا في وسط السطر ونقوم بتطبيق دي دي يقوم بحذف السطر أشمل وأديو تعلمنا عليها لإعادة النص. أول بي للباس ديليت لاين هنا البي كابتر نذهب إلى السطر ونقوم بعمل بي كابتر ونقوم بتطبيقها كما تشاهدون يقوم بطبعة السطر. الآن لنقوم برجع لنا التغييرات وعمل أو ايضا الان لدينا اسطر كامل. الان شيفت وات كما تشاهدون قاموا بطباعه الاسطر جميعا. الان لدينا اللي في اسمه اذا قاموا بطباعته ولكن يتجه الى الاعلى هكذا. الان سوف نقوم بهذا جميع الاوامر. هنا نستطيع من استخدام الارقام كما تشاهدون في نسبة 88 نكتب مثلا إن قمنا في عمل تغييرات وكان العدد كبير أي تقريبا 88 نكتب 88 وثم الزر فندق يقوم بالرجوع. الآن سوف ندخل إلى إنسيرت مود ونقوم بعمل تغييرات كثيرة نخرج في جي وإيش أيضا ثم إكس كارتون كي لا نعلم عدد التغييرات التي قمنا بفعلها لإعادة جميعا ولا أعلم الرقم. سوف نقوم بكتابة 9 أو 9 تغييرات أو 90 مثلا إذا تغييرات كثيرة وثم لوب لا أقوم بإعادتها. الآن تبقى لدينا أمرين والآن عدنا إلى التغييرات كلها قمنا بعدده LD تعلمنا عليها delete of 1 delete 2 and 1 كيف أي بعد كوستوم نذهب هنا قبل الكرنال أيضا نقر shift ودي أيضا كما تشاهدون قام بحذف جميع بعد الكوستوم أو بعد المؤشر هنا insert mode أيضا كما تشاهدون نحن نكتب بعد قبل الـ M. الآن إجزت نعود إليه نعود جميع التغييرات وثم هنا
RG Joint to Line. نقوم بتطبيقها ليتضح لنا الأمر. أو هنا أيضا إكزيت نقوم بتطبيقها إلى أي نسخ نص. نقوم في نسخ هذا النص مثلا. هنا نقوم في تطبيق ال G أو ال G كمتطبيق شيب جي كمنتشات يكون بلصق النص. أين ذهب المؤشر إلى هنا؟ أي تم نسخ النص مع هذا. الآن كما تشاهدون هنا تم نسخ النص بعد هذه الفاصلة. نقوم بعمل جون جي. أوكي. الآن تعلمنا عليه وعلي كثيرا. الآن لدينا سلاش ريسيرش. أولا نقوم بتطبيق السلاش ريسيرش للبحث عن عدد الكلمات مثلا TH. نقوم في البحث عنها نقول إنتر وثم إن في التنقل إليها. والآن نتعلم أمر آخر وهو الحذف. للبحث والحذف S سلاش T H. هنا كما تشاهدون TH لدينا وأيضا أين لدينا TH. أين TH هنا TH في بادئ الأمر. هنا عندما نقر على إنتر يقوم بحذف TH وإذا كانت متكررة في السطر لا يقوم بحذفها مرة أخرى. الآن كما تشاهدون هنا لم يقوم بحذفها لأنها متكررة في السطر أكثر من مرة. وهنا الباراجراف أي واحدة كما تشاهدون لنقرأ عليها مرتين. هذه باراجراف واحدة. الآن لنعيدهم ونذهب إلى الأمر الآخر وهو الـ X equal X Z أو Pivot وهو تعلمنا عليه. نقطتين عمل نقطتين ثم كلوث. والآن خرجنا من الترمينال أو محرر النصوص بـ I exit. تعلمنا للخروج من insert mode A عندما نقر I. وثم هنا انتهينا من الكتابة. مثلا نقوم بالنقر على exit ثم تواجدها في لوحة المفاتيح. وثم الآن لدينا بعدها الجلطة change lower case to capital letter. الآن هنا نقوم بعمل التثبيت. كما تشاهدون الأركان الصغيرة الأحمر كانت كبيرة قامت بعملها صغيرة. الآن أنت يجب أن تكون كبيرة يعني كبيرة. أنت كما تشاهدون التحول دلتا هنا يقوم بعملها أحرف صغيرة يجب A R M H F كما تشاهدون. سبورت قام بعملها كبيرة وهكذا. الأحرف الكبيرة يقوم بعملها صغيرة والأحرف الصغيرة يقوم بعملها كبيرة. الآن رجوع التغييرات جميع التغييرات نقوم بكتابة 77 هكذا. إن كانت التغييرات كبيرة وهم أنتم رجوع عليها. الآن لدينا التبدأ أخذنا والـ A space and insert mode A space. الآن نقوم بتطبيقها نذهب إلى قبل أن A كما تشاهدون عمل space و insert mode داخل. الآن نذهب إلى support. بعد support هنا قبل النقطتين و A كما تشاهدون عمل space والمؤشر بعد النقطتين أصبح. ودخلنا insert mode أي نستطيع الكتابة. هنا أيضا نقوم من عمل exit. الآن كما تشاهدون الآن لدينا A capital وهي space to end line and insert mode. أي نفس الشيء ولكن في نهاية السطر. أي نهاية هذا السطر أو الباراجراف هي هذه هنا. نحن بعد ساينس ثم شيفت A. الآن كما تشاهدون نقلنا إلى بعد الدوت أو الصفر.
أو النقطة، وهنا نستطيع من الكتابة والدخول إليها. الآن لدينا الفوق وهي new line and insert mode، أي سطر جديد والدخول إلى وضع الكتابة. insert mode أو وضع الإدخال، هنا أو small أو صغير كما تشاهدون، وأدخلنا إلى وضع insert exit للخروج. وهنا لدينا أو capital، هنا أو small أو صغيرة للداون أو في السطر الأسفل، والأو capital new line and insert mode up، أي بإضافة السطر الجديد في الأعلى، الأو الصغيرة في الأسفل والأو الكبيرة في الأعلى. الآن نقوم بتجربته كما تشاهدون الفرق، وأيضا أدخلنا في insert mode exit أو escape. الآن dot x، هنا يجب أن نلاحظ عليه dot x will save and close the file، أي لنقوم من عمل تغييرات. الآن قمنا بعمل تغييرات مثلا بإضافة الأصفر، نقوم بعمل النقطتين و X و Enter. كما تشاهدون لا يوجد أي شيء مع ال X، Enter. الآن قم بحفظ، نذهب إلى الملف source، نذهب إلى ملف REV، REV أين أنت؟ REVI كما تشاهدون الأسطر الذي قمنا بإضافته، هذه هي هنا. الآن نذهب إلى الترمينال ونقوم بالدخول إلى VIREVIEW، نقوم بالدخول إلى insert ونقوم بإضافة C قافلة هنا، بسم الله، وثم escape وثم نقطتين وثم x وانتر. الآن لمشاهدة الفرق نذهب إليه، نقوم بعمل reload. كما تشاهدون الآن قمنا بإضافة التغيير، أين هنا التغيير كما تشاهدون. الآن لدينا أمر آخر، أولا ندخل إلى ال VI. الآن لدينا ال WQ، تعلمنا عليها الرايت وحفظ الملف والإخلاق. هنا WQ لل read only، تعلمنا عليها أيضا. هنا ZZ capital للحفظ والإخلاق. not أو ملاحظة that no colon أو بدون colon أو فاصلة، فاصلة مخطوطة أو علامة النقطتين is used in this case، أي في هذه الحالة لا تستخدم. هنا نقوم في دخول إلى insert mode وعمل تغييرات أخرى، مثلا هنا بعد الفايف قبل الفايف نضيف السكس والأرقام أخرى. نقوم بعمل escape z، الآن قام بحفظ التغييرات U reload. الآن نذهب إلى السطر الذي قمنا بعمل التغييرات، كما تشاهدون قام بحفظ التغييرات، وثم هنا EQ-I without saving، أي لا يقوم بحفظ التغييرات، لنقوم بتطبيقها لنتعلم أكثر. الآن هنا نقوم بإضافة مثلا أرقام أخرى بدل I insert، نقوم بإضافة الصفر 99. الآن نقوم في عمل escape وثم النقطتين أو نقوم بعد الأمر ضبط الأرقام كثيرة لنا. هنا نقوم بدخول إلى وضع insert 999 كما تشاهدون في اسم نوضع لكم. الآن escape والزد زد. الآن هنا أيضا الآن قمنا بتطبيق أيضا reload، ونذهب إلى الأسفل يقوم بطباعة الجملة. هنا تعلمنا عن أمر زد زد وال Q داش أو Q علامة التعجب، هنا تعلم عليه كيف
الآن هنا بعد الاثنين أو رقم الاثنين نقوم بإضافة insert، نقوم بإضافة تحت رقم ثاني df df 3. الآن escape، نقوم بعمل colon أو نقطتين وثم اكيو وثم shift، ونقوم بإضافة علامة التعجب أو shift 1 بإضافة علامة التعجب enter. الآن كما تشاهدون عندما نذهب إلى الملف لا يطلب منا الريلود أو الإعادة التحميل لأن هذا الماضي لا يقبل التغييرات، قلنا له لا تقبل أي تغيير مقبول. الآن لندخل إلى الملف بعد أن نتعلم على E على تعجب discard change and reload file. كيف الآن هنا ندخل إلى insert، نقوم بإضافة مثلا قرن هنا في السطر الفارغ أرقام ونقوم في عمل إسكيب لإضافة كثير من العوامل هنا إضافة لإضافة وأيضا هنا نزول هذه إلى سطر جديد وعمل بإضافة أخرى أخطاء نصية والآن escape وثم colon وثم e وثم علامة التعجب ويقوم بالرجوع أو إرجاع جميع التغييرات أو بعدم القبول بها. W للرايت أند تو ريد أونلي أي علامة التعجب هنا لا تنسى. الآن كما تعلمنا للبحث للسيرش وثم كما أخذناه في الحلقات السابقة في الحلقة 29 هذه الأوامر للسيرش والحذف الأوامر. الآن مثلا نرفض حذف الكلمة المتكررة، نقوم في البحث عليها S slash T. هنا ال T لا تحذف جميع الأوامر أو الكلمات المتكررة في انتبه إلى هذه الكلمة، كما ترون ال T متواجدة هنا. الآن نحن نقوم بإضافة علامة المئة و S و slash و T. الآن كما تشاهدون هنا لدينا T وأيضا هنا لدينا T، نبقى بالتركيز على هذه T. كما تشاهدون هنا أيضا وجدت T، لماذا؟ لأن يقوم بحذف T الأول من السطر فقط. الآن نعود نعيد التكرار ونذهب إلى الأمر الآخر وهو علامة المئة والإس والسلاش، وثم لدينا مثلا 2 هنا ونرغب في حذف السلاش السلاش جميعهم التكرار جمع الكلمات المتكررة وهم إنتر. الآن قام في حذف 2 جميعهم، وسواء كانت في متكررة في السطر أكثر من مرة أو لا قم بحذفها أيضا وهكذا. والآن سوف نقوم بإعادة جميع التغييرات. الآن سوف نقوم بالذهاب إلى الأمر الآخر وهو من التطبيق. هذا يقوم في التعلم على الـ YW للكوبي النص أو عمل النص كوبي. أين أنت يا مؤشر؟ المؤشر هنا قبل كاو يو دبليو هم ترون الآن قبل النسخة الكاوي، نقوم في عمل بي يقوم بكتابة الكاوي. فما تشاهدون مع الفراغ قامت بنسخ الحروف الكاوي مع الفراغ، وهنا في صغيرة عن الصغير البي الكبيرة عندما نقوم باستخدامها شيفت في. كما تشاهدون يقوم بنسخه ولكن بدون فراغ، وهنا أيضا الفرق وهذه الملاحظة أحب تنويها في هذه الحلقة أو إضافتها. الآن escape عن جميع التغييرات. الآن أيضا ندخل إلى الأوامر الأخيرة و
وللملاحظة أيضا هنا نستطيع مثلا كتابة مثلا الدولار لنذهب إلى السطر معين. هنا كما تشاهدون نحن في كاو علامة الدولار، نذهب إلى السطر الأخير ونقوم بعمل جيدي، نقوم بحذف السطر وعود الإعادة ونقوم أيضا. الآن علامة الدولار، نذهب إلى السطر النهائي ونقوم بنقر شيفت دي، نقوم بحذف السطر النهاية من السطر. هنا كما تعلمنا الشيفت دي أنا شفتي هنا delete to end offline أي التحذف الآخر من الصفر. وهنا أيضا تعلمنا على الدولار تذهب إلى السطر الأخير والزيرو تذهب إلى المقدمة مكرسر beginning of the current line أي السطر الحالي. الآن نقوم بنقر على زيرو، نذهب إلى السطر الحالي أو الباراجراف أو العبارة، و 3G هنا لجمب على ثلاثة لاين أو على ثالث لاين للذهاب وللذهاب إلى السطر الأول، و Shift G لجمب إلى last line. نقف في تطبيقه ولكن في 7 و Shift G. الآن قمنا بالذهاب إلى السطر السابع هنا كما تشاهدون، و 5G وهكذا. الآن نستطيع من كتابة الأرقام 5 و دي كما تشاهدون هنا، ركز و دي. الآن قام بحذف السطر الخامس ولم يقم بحذف السطر السابق. الآن للعودة نقوم في كتابة 7 و نعد كل شيء، نعود التغييرات. الآن نستطيع من كتابة ماذا؟ الآن نطلب إلى الأعلى، لدينا الـ Open الـ Exit الـ D تعلمنا عليها DD للحذف السطر، ونستطيع من تحديد الأرقام والـ X أيضا من تحديد الأحرف، وهنا أيضا من الكولم. الكولم يتكون من 1، 2، 3، 4 أو 4 أحرف، والخامس يعتبر الفراغ. نقوم بنقر 5 و X كما تشاهدون، قام بذهاب المؤشر إلى X. لنعود ولكن الآن لنقوم بتجربته على 4 X. الآن كما تشاهدون الفراغ تبقى، كما ذكرنا الفراغ هو الخامس والفراغ يحسب في التيرمينال. الآن لنعود، الآن نذهب إلى 600 بعد 600 ونقوم بحذف 600 وذان. هنا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 9 يعتبر الفراغ. نقوم بحذف إلى حرف الثامن وهو الدي. الآن 8 و X كابيتال شيفت X كما تشاهدون الفراغ دمج، لأن هذا كانت كلمة قبله وفراغ وثم هنا فراغ أيضا فأصبح فراغي. الآن نعيده ونشاهد كما تشاهدون حذفنا 600 وبعد الفراغ وقبل الفراغ أصبح فراغين مدمجين الآن نقف في تطبيق على 9 و X. الآن كما تشاهدون بدون أي فراغ. الآن سوف نقوم بإعادته، والآن نذهب إلى أمر آخر من تطبيق الدمج لل I لدينا insert و DW delete word تعلمنا، LCW insert mode delete word and insert. نقوم في اختيار ال DW ونركز مثلا هنا great كما تشاهدون DW تقوم بحذف ال degrade هنا أديو، وثم نقوم بنقر 5 أو رقم صغير 3 تقريبا ثلاثة و D ركز هنا و W. قام بحذف great والذهاب إلى plus. نعود قام بحذف 3 كلمات، حذف great و number و off ذهب إلى plus
والسي دبليو قام بحذفهم وذهبنا الى انسياك في عادتهم. وايضا من الكتابة 3 وسي ركز هنا في الاسفل ودبليو الان قام بحذفهم والذهاب هنا مع الفراغ او وادخالنا الى انسياك مود، اي قمنا باستبدال جميع هذه الكلمات. مثلا هنا اسكيب لنعود هنا ما لدينا ال سي دبليو قمنا بتطبيقه والدي دبليو تعلمنا والاندو تعلمنا عن الرقم والاكس والدي ايضا هنا للجوين لاين جوين تو لاين. كيف نقوم بتطبيقه؟ هل يصلح هذا؟ نشاهد نقوم في كتابة 3 وهو هذا اللاين وهذا اللاين والباراجراف هذه الباراجراف. هنا نقوم بكتابة 3 وثم شيفت جي، أي قام كما تشاهدون الآن قام بدمج الأسطر جميعها، ليس كذلك من بإرجاع الآن يو. نذهب إلى هذا السطر بعد المشاهدة الفرق نقوم في عمل اثنين وثم شيب جي. الآن كما تشاهدون قام في الرجوع إلى السطر الفارغ وهكذا لنعدهم لنوضح الطريقة. مثلا 3 أي 3 خطوات وشيفت وجي. الآن قام بالرجوع إلى 3 خطوات ودمج الكالي مع هذه الباراجراف. كما تشاهدون أصبح باراجراف واحدة أو عبارة واحدة. أيضا الآن تعلمنا عن كل هذا، ولكن لدينا من آخر الكيو والثالثة هنا تعلمنا لدينا الدب السلاش وهنا تعلمنا عليهم أيضا والأرقام وإضافتهم. وتبقى لنا الانسيرت نقوم في إضافة الاثنان، مثلا نقوم بإضافة اثنان وانسيرت. قمنا بكتابة اثنان كما لاحظتم قبل قليل والآن انسيرت نقوم في كتابة اس وثم سي وثم اسكيب او اكزيت. كما ترون قام بتكريرها مرتين او مرة اخرى. الآن توضح لكم الأمر. هنا الأمر الأخير نقوم بكتابة 5 وآي، هنا نقوم بكتابة سرمن سايد. الآن إسكيب أو إكزيت كما تشاهدون قام بتكريره. هنا نشاهد 1 2 3 وهنا 4 وهنا 5، قام بتكرارهم جميعا. وإن شاء الله نلقاكم في فيديوهات أخرى. مع السلامة، تأخرنا 40 دقيقة وهذه الحلقة كانت مراجعة لكم. وإن شاء الله إذا سوف نشارك معكم فيديو في أسفل الفيديو الخاص في وارن بافيت وهو أكبر مستثمر، أو الفيديو سوف يكون تحفيز لكم إن شاء الله. مع السلامة، ولا تنسوا أنت متميز لأنك أنت تتعلم.